الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الذي دعا إلى الله ولم يشرك به أحدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، ويحاول الطاعنون في الأحكام الشرعية إيراد الإيرادات وإطلاق الشبهات والتشويش على الأحكام الشرعية كما فعلوا في حديث الجاريتين في قول عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أبوها في العيد وعندها جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضاً بوجهه عنهما مقبلاً بوجهه الكريم إلى الحائط، فقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا أهل الإسلام. والملاحظ أولاً في كلامهم أن هذه القصة والحادثة ما فيها معازف أصلاً، ومن زعم أن في هذه القصة معازف فليأتي به. ثانياً، أنها كانت في غناء جاريتين، يعني بنتين صغيرتين، وعائشة كانت يدخل عليها البنات من أسنانها وما قاربه من سنها وما قاربه، ونحن نقول بأن غناء البنات الصغيرات جائز، خصوصا إذا كان ثالثا في العيد. ورابعا، بكلام مباح، لأن هاتين البنتين الصغيرتين كانتا تغنيان بدون معازف، بكلام مباح، كما يدل على ذلك قوله: بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. والذي تقاولت به الأنصار يوم بعاث إنما كان شعرا عربيا، ولم يكن ألفاظ الحب والغرام ووصف العاشق والمعشوقة. وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقر معزافا يضرب بحضرته، أو يقر غناء نساء أجنبيات بالغات بحضرته، أو يقر كلاما فاحشا يغنى بحضرته. فالمسألة سهلة، إذا صارت غناء بنتين صغيرتين في يوم عيد مع عائشة، والنبي عليه الصلاة والسلام ولن ظهره إلى الحائط أصلا، فليس هو المقصود بهذا، وإنما المقصود البنات، غناء البنتين الصغيرتين لعائشة في يوم العيد بكلام مباح، وفرق كبير بين هذا وبين القول بغناء النساء البالغات بكلام الحب والغرام مع المعازف في غير العيد. فشتان بين هذا وهذا، ويتضح بذلك بطلان ما استدل به هؤلاء. وقد استثنى بعضهم الطبل في الحرب، وألحق به بعض المعاصرين للموسيقى العسكرية، ولا وجه لهذا البتة لأمور: أولها أنه تخصيص لأحاديث التحريم بدون مخصص، هذا الدليل على استثناء الطبل. هل ضرب النبي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالطبل في يوم بدر؟ ضربوا بالطبل في يوم أحد؟ ضربوا بالطبل في الخندق؟ ضربوا بالطبل في فتح مكة؟ ضربوا بالطبل في حنين؟ ضربوا بالطبل في مؤتة؟ في تبوك؟ في هات دليلاً يستثني. ثانياً، أن المشروع للمسلمين في المعارك ليس ضرب الطبل، وإنما ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً. وشتان بين هذا وهذا. وإذا كانت القضية أن يضرب المسلمون بطبول، فعند الكفار طبول وأمبليفيرات أكبر لو كانوا يعقلون. عباد الله، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الدجل، إلا أوتوا الجدل والدجل أيضا مما يقول هؤلاء اليوم في جدلهم، فهو جدل ودجل، يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. فمقالات المنافقين في الجرائد هي عبارة عن يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. وواضح جدا فرح المنافقين بكل لسان شاذ يخرج عن كلام العلماء ويرد على العلماء ويخالف العلماء.
ولذلك واضح أن المنافقين لا يثنون على أهل العلم الراسخين الذين عرفناهم ولا يشيدون بهم ولا ينقلون فتاواهم. هل تراهم في مقالاتهم الأخيرة؟ هل فتحت جريدة فوجدت أن هؤلاء المنافقين إذا كتبوا يشيدون بالعلماء الكبار الذين رحلوا إلى الله ومن بقي على إثرهم وطريقتهم ومنهجهم؟ لا. هل ينقلون فتاواهم في تحريم شيء؟ لا. إذن ينقلون فتاوى من ويحتفون بكلام من؟ من يخالفهم، من يخالف أهل العلم الراسخين في العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء الذين يخشون الله والذين يقولون كلمة الحق والذين يصنعون بالأحكام الشرعية. قال الله وقال رسول لا ينقل لهم المنافقون نقولا ولا كلاما، لكن يفرحون وينقلون ويحتفون بكلام من خالفهم من شاذ. وهذه قضية الشذوذ الفكري والشذوذ العلمي والشذوذ العقلي والشذوذ النفسي، يفرحون بكلام الشاذين، يريد شهرة، يريد أن يلفت إليه الأنظار، يريد شيئا طمعا، يريد إرضاء للبشر ومخالفة لرب البشر، أو يكون ضعيف العقل ضعيف الحكمة. طبعا ضعيف العلم هذه مفروغ منها، فيحتفون بهم ويصدرونهم ومقابلات في ظلمات إظلامات، وكذلك احتفاءات، ولد شيخ منحرف، أخو شيخ منحرف، واحد من أسرة علم منحرف، هؤلاء استقطاب تلميع نقل، هذا شأنهم. تحالف بين المنافقين والشاذين في الأشياء العلمية اصطيادات، هي عبارة عن تعكير الجو، تلبيس على الناس، جعل العامة يقولون احترنا لا ندري أين الصواب، هؤلاء المشايخ مختلفين، الأحكام لبست علينا، إذا كنت تقول حرام واحد يقول ثاني حلال، وهكذا. فالمسألة إذن هي قضية خطة التلبيس، خطة إثارة الشبهات والشكوك حول الأحكام الشرعية التي استقرت عند الناس، التي استقرت عند العامة.